السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة وتتابعونا فيها. ليبيا الأوضاع تزداد سوءا في انتظار الحلول. جدل حول استقالة رئيس حكومة الأزمة. تساؤلات عن رسائل كلينتون الإلكترونية بشأن ليبيا. نناقش هذه المحاور والمواضيع مع ضيفنا عبر سكايب لندن الكاتب الصحفي محمد عايش. أهلا بك سيد عايش. أهلا وسهلا. يشير متابعون للمشهد الليبي إلى أن الأوضاع في ليبيا بلغت أسوأ حالاتها في ظل الانقسام السياسي والصراعات المسلحة على الأرض. في الوقت نفسه يرى هؤلاء أن سبب الخلاف بين الأطراف الليبية لا يرجع لأسباب أيديولوجية بالدرجة الأولى، وهو ما قد يمكن الأطراف الدولية من تحقيق وساطة لإنجاح مسار الحوار الليبي، لا سيما بعد ظهور طرف ثالث على المشهد الليبي يتمثل فيما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل حالة الفوضى. ذكر الكاتب كريم مزران في مقال على موقع مؤسسة The Atlantic Council البحثية الأمريكية أن الوضع في ليبيا بلغ مرحلة قصوى، حيث جعلت معاناة السكان وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن تصرفات الميليشيات المتناحرة والجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية الوضع غير قابل للاستمرار. وقد خلقت سلسلة الأخطاء من قبل جميع مكونات النخبة السياسية بعد الثورة وضعا صعبا مع صعود قطبين سياسيين نتيجة لاشتباكات صيفة 2014، ولكن هذا الواقع الذي يفرق بين مجموعتي استقطاب غير متماسكتين ليس دقيقا، فالفروقات الأيديولوجية ليست سوى جزئية. واعتبر الكاتب أنه بإمكان شركاء ليبيا الدوليين لعبوا دور مهم من خلال إقناع الرافضين للاتفاق وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وبيّن أن دور وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني يندرج في هذا الصدد عندما ساند المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون في إقناع أعضاء المؤتمر الوطني العام باقتراح تعديلات على اتفاق صخيرات بدلا من رفضه. من جهة أخرى أبرز الكاتب أن الطرف الثاني للصراع الليبي يعاني أيضا انقسامات مماثلة، وهناك شائعات عن وجود ضغوطات على أعضاء مجلس النواب في طبرق لإقناعهم بعدم التصويت، ما يهدد شرعية المجلس بصفة كبيرة، فمن غير الواضح كم عدد الأعضاء الذين يشاركون فعليا في عملية التصويت على القرارات البرلمانية. واعتبر الباحث أن من المثير للنقاش ما إذا كان اتفاق الصخيرات أفضل أو أسوأ من عدم وجود اتفاق على الإطلاق، وإذا كانت سلسلة الاتفاقات المحلية أفضل من المفاوضات الوطنية التي تشمل جميع الأطراف الفاعلة الهامة. ذكر موقع بلانيت الفرنسي الإخباري في تقرير بعنوان الفوضى الليبية أن الوضع في ليبيا تأزم منذ حوالي سنة عقب سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وانعقاد أشغال البرلمان المنتخب في أقصى شرق البلاد. ويشير الكاتب إلى أن لاعبا ثالثا دخل على الخط في ليبيا فضلا عن الحكومتين المتنازعتين، وهو تنظيم الدولة الإسلامية الذي دخل المشهد بطريقة عنيفة للغاية، فمنذ يونيو الماضي استطاع مقاتلوه السيطرة على مدينة رمزية هي سرت. وأشار الكاتب إلى الانفلات الأمني في ليبيا، وفي هذا السياق ذكر الكاتب أن ليبيا تحولت إلى نقطة عبور رئيسية للاتجار بالبشر، على خلفية أن العديد من القوارب البدائية وحطام السفن العابرة للمتوسط باتجاه أوروبا قد انطلقت من السواحل الليبية. هذا وتقر الأمم المتحدة أن 110,000 من المهاجرين قد انطلقوا من ليبيا خلال العام الماضي. تطرق الصحفي بول أنطون كروجر في تقرير على موقع زيت توتشي سايتونغ الألماني إلى الوضع في ليبيا من خلال تأكيده أن فرقاء الأزمة الليبية أدركوا أخيرا أن الفوضى التي تعيش على وقعها البلاد ليست في مصلحتهم، حاثا الدول الغربية على دعم التفاهم الذي أبداه الليبيون. وبيّن كروجر أن ليبيا تعيش اليوم على وقع حرب أهلية، لكنها تظل رغم ذلك أكثر الدول التي تعيش على مثل هذا الوضع قدرة على الخروج منه وتحرير نفسها من الأزمة. وأضاف الكاتب أن ليبيا لديها احتياطات نفطية وفيرة وتحتوي موارد اقتصادية كبيرة مقارنة بعدد السكان، والأهم من ذلك أن الصراع الذي تعيشه البلاد لم يكن على أساس عرقي أو ديني حتى يكون من الصعب حله.
سيد عايش هنا الكاتب كريم مزران ذكر في مقاله أن القول بأن ما يفرق بين أطراف النزاع في ليبيا فكريا في الأسباب الأيديولوجية ليست سوى جزئية حسب رأي الكاتب هنا، كيف تعلق على ذلك؟ لا، هو حتى لا يوجد صراع فكري في ليبيا. ليبيا من أكثر الشعوب تجانسا في المنطقة العربية والجميع يعلم ذلك. الشعب الليبي ذو ديانة واحدة وعرق واحد وأصل واحد وتاريخ واحد ومعاناة واحدة طوال فترة حكم القذافي، وبالتالي هو لا يوجد ما يفرق الليبيين بالمطلق. العوامل التي تصنع التفرقة في سوريا ليست متوفرة في ليبيا مطلقا. الوضع في ليبيا يختلف تماما عن الوضع في سوريا وعن الوضع في مصر حتى أيضا، رغم أنه الاختلاف عن مصر ليس بحجم الاختلاف عن سوريا، لكن في ليبيا لا يوجد في تقديري أي اختلافات. المجتمع مجتمع متجانس والشعب على قلب رجل واحد، هكذا يفترض. ما يجري الآن أو سبب الخلافات هي خلافات سياسية بحتة، وأظن بأنه هذه القناعة الموجودة لدي منذ اليوم الأول للصراع في ليبيا، أن السبب في هذا الصراع هو وجود تدخلات خارجية، وجود بعض الأطراف المحسوبين على جهات أجنبية أو قوى إقليمية، وهؤلاء هم الذين يعرقلون ويعطلون التوصل إلى اتفاق ويفتعلون بعض الإشكالات. حتى تنظيم داعش، يعني معظم التقارير تشير إلى أن عناصر هذا التنظيم المتواجدين داخل ليبيا هربوا من دول أخرى، جاءوا من أماكن مختلفة. طيب، يعني هنا بإشارتك سيد عايش يعني إلى الدور الخارجي وتأثيره على الوضع في ليبيا، هنا أود أن أسألك يعني ما الدور الهام الذي يمكن أن يلعب المجتمع الدولي وشركاء ليبيا الدوليين للدفع بعجلة الحوار؟ لا طبعا، المجتمع الدولي يستطيع أن يلعب دورا مهما، وقد لعب في الأسابيع الأخيرة دورا مهما عندما أدرك بأن هناك خطورة لانتشار تنظيم داعش، وهناك خطورة لتصاعد وجود هذا التنظيم على شواطئ أوروبا، وبالتالي هم قادرون على أن يؤثروا في المشهد في ليبيا. كيف يستطيعون التأثير؟ يستطيعون التأثير عبر حلفائهم في المنطقة. الجميع يعلم بأن هناك أسلحة تتدفق من مصر إلى ليبيا، معروف من هو المرسل ومن المرسل له، من هو المرسل ومن هو المستقبل، بل حتى معروف من أين جاءت مصر بهذه الأسلحة، لأن الجميع يعلم بأن النظام في مصر يعيش أزمة مالية، هذه الأسلحة تمر بمصر ويعني يقبض البعض عمولات من أجل تمريرها إلى ليبيا. مصر دولة ممر حتى وليست هي المصدر الرئيس. العالم يعرف ذلك، وأظن بأن العالم بدأ يتحرك فقط عندما أصبح هناك خطر وجود تنظيم داعش، ولذلك شاهدنا كيف أنه يعني نشاط المبعوث الدولي كان نشاطا ساخنا منذ ما قبل شهر رمضان الماضي، حتى تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات أو مسودة اتفاق الصخيرات، والآن يتم الحديث حول أن يعني احتمالي أو الآن نحن في أكثر الاحتمالات أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في داخل ليبيا. طيب، يعني بحديثنا عن الحوار هنا تساءل الباحث مزران عما إذا كان اتفاق الصخيرات أفضل أو أسوأ هنا من عدم وجود اتفاق على الإطلاق، وإذا كانت الاتفاقيات المحلية أفضل من المفاوضات التي تشمل جميع الأطراف الفاعلة الهامة هنا، ما رأيك في ذلك؟ يعني لو أخذنا هذا السؤال بسطحية، لا، اتفاق الصخيرات أفضل من عدم الاتفاق، أو وأي اتفاق أفضل من لا اتفاق، هذا السؤال بسطحية والجواب بسطحية. لكن السؤال الثاني الذي يستتبع ذلك، طب ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ هل هذا الاتفاق كفيل على أن يحفظ ليبيا في المستقبل؟ وفي في هذه الحالات أنصاف الحلول ليست حلولا، أنصاف الحلول هي عبارة عن إبر مخدرة، يعني يمكن أن تهدئ الأوضاع في ليبيا لفترة من الزمن، ثم الفريق الخاسر أو الذي يكتشف بأنه خدع في هذا الاتفاق يعني سوف يعاود التملص من هذا الاستحقاق. لذلك يجب أن تكون كل الأطراف صادقة في التوصل إلى 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 اتفاق يخرج البلاد والعباد من الأزمة، وبالتالي يعني ليس مطلوبا أن نقول من وقع ومن لم يوقع وهل الاتفاق وجوده أفضل أم عدمه أفضل. لا، وجود الاتفاق أفضل، لكن الأفضل شيء هو أن يكون هذا الاتفاق اتفاق مرضي للجميع، وليس اتفاق على مضض، وليس هو أنصاف حلول،
وليس نعم يعني الآن يتم الترويج إلى أن هذا الاتفاق الآن. ما يقال في ليبيا أنه هذا الاتفاق أو المسودة الرابعة التي تم التوصل إليها هي مقدمة لمجلس عسكري يحكم البلاد، يعني نعم عملية استنساخ بعد ما طيب فشل، بالمناسبة بعد ما فشل اللواء خليفة حفتر مرتين أو 3 مرات في تنفيذ انقلاب عسكري، الآن يتم ترتيب انقلاب عسكري من خلال اتفاق. طب واضح حتى لو واضح سيد عايش هنا. فقط أود أن أنتقل لما أشار إليه موقع بلانيت الفرنسي، إلى أن لاعبا ثالثا دخل على الخط في ليبيا، وهو تنظيم الدولة أو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، يعني زاد من تصاعد وثيرة الفوضى في البلاد. ما التأثير الفعلي هنا للتنظيم على ما يحدث في ليبيا؟ يعني بطبيعة الحال تنظيم داعش الآن يهدد تماسك الدولة الليبية، يعني حتى بعد الاتفاق ما أكثر ما نخشاه اليوم في ليبيا أن يتم استنساخ النموذج السوري، من حيث أن هناك مناطق خاضعة لتنظيم داعش وأن هذا مسلم به، بمعنى أن هناك ولاية ليبية مستقلة أصبحت خارج الدولة الليبية. هذا هو السيناريو الأسوأ، وأظن بأن الفرقاء السياسيين في ليبيا يدركوا بأنهم أمام هذا الخطر، أمام خطر وجود دولة داعشية داخل ليبيا. هذه دولة بلا حدود، يمكن أن تنفذ عمليات ويمكن أن تتوسع في كل الاتجاهات، إضافة إلى أن الفرقاء الليبيين أدركوا ذلك. أظن بأن الأوروبيين أدركوا خطورة ذلك، يعني وجود تنظيم داعش في سوريا والعراق، هذا في الشرق الأوسط، أما وجود في مدينة سرت فيعني أنه موجود على سواحل القارة الأوروبية، يعني أنه على مسيرة ساعات قليلة بقوارب الموت حتى يصل إلى شواطئ إيطاليا وشواطئ مالطا. وبالتالي أظن بأنه الفرقاء في داخل ليبيا يدركون بأن هذا وجود هذا التنظيم يهدد وحدة الأراضي الليبية ويهدد الدولة الليبية المستقبلية التي يعني نتحاور اليوم على تأسيسها. نعم وأيضا الحلفاء في خارج ليبيا، حلفاء هؤلاء الفرقاء في خارج ليبيا بدأوا يدركوا بأن هناك خطرا أكبر، هناك خطر نعم أكبر من فجر ليبيا، وأكبر من خليفة حفتر، وأكبر من كل التشكيلات العسكرية الموجودة داخل ليبيا. ويتمثل هذا الخطر بوجود تنظيم داعش. هذا التنظيم يمكن أن يهدد ليبيا ويهدد خارج ليبيا ويهدد نعم الدول واضح واضح الأوروبية وصلت هذه وقائد الفكرة سيد استراتيجي. عايش. هكذا مشاهدينا ننهي المحور الأول من حلقة اليوم وننتقل مباشرة إلى المحور الثاني، ابقوا معنا. سلطت عدد من الصحف ووسائل الإعلام العربية والغربية الضوء على استقالة رئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني، حيث وصفها البعض بالفانتازيا وغير الواقعية، خاصة في ظل نفي المتحدث باسم حكومة الأزمة لها، فيما نقلت صحف عن محللين وسياسيين قولهم إن هذه الاستقالة هي عبارة عن مناورة سياسية وتأتي استباقا للإقالة من قبل مجلس النواب بطبرق. أشار الكاتب محمد خروف في مقال على موقع اليومية الأردنية الرأي إلى أن رئيس الحكومة الليبية التي تلصق بها عبارة المعترف بها دوليا كلما تم ذكرها لهذا السبب أو ذاك عبد الله الثني استحضر في لحظة غضب أو خوف غرائب زعيم الجماهيرية الليبية العظمى معمر القذافي، فقام بإعلان استقالته من منصبه على الهواء مباشرة بعد أن وجه مذيع تلفزيوني إليه سؤالا عاديا مفاده ماذا ستفعل إذا حصلت احتجاجات شعبية ضدك في الشارع. وأشار خروب إلى أن أطرف ما في السلوك الفانتازي الذي أقدم عليه رئيس الحكومة المعترف بها دوليا بتقديم استقالته على الهواء مباشرة هو مسارعة المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي إلى نفي استقالة رئيس حكومته بالقول رئيس وزراء ليبيا لم يستقل رسميا، وإنما قال خلال المقابلة التلفزيونية في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل. وتساءل خروف فهل هذا صحيح؟ ليقول طبعا لا، فاثني استقال على الهواء وطلب من الليبيين مسامحته على الأخطاء التي ارتكبها إن كانت هناك أخطاء، وخلص الكاتب للقول إنها الفانتازيا الليبية الممتدة منذ عهد الثائر الأكبر.
أشار مراسل وكالة الأناضول التركية للأنباء من ليبيا معتز المجبري إلى أن محللين سياسيين اعتبروا استقالة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله تني في طبرق من منصبه على الهواء مباشرة هو استباق لإقالته المتوقعة بشكل كبير خلال جلسة الأحد المقبل، حيث كان من المقرر أن تمتثل فيه حكومته للمساءلة أمام مجلس النواب. وحول الاستقالة نقل مراسل الأناضول عن المحلل السياسي والأكاديمي الليبي محمد الجنجان قوله أن استقالة تني على الهواء مباشرة تعد استباقا لإقالته المتوقعة الأحد القادم خلال الجلسة التي حددها البرلمان لمساءلة الحكومة. ونقل المجبري عن السياسي الليبي المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية محمد التومي قوله إن استقالة عبدالله تني ما هي إلا ورقة ضغط ومناورة سياسية فقط للخروج من الورطة التي تعيشها حكومته، ودلل التومي على ذلك قائلا أن تني يعلم جيدا أن مجلس النواب لن يقبل استقالته ليس لأنه ناجح بل لتعذر الحصول على بديل لرئاسة الحكومة خاصة في الوضع الذي تعيشه البلاد. سيد عايش، هنا تطرق الكاتب محمد خروب في مقاله إلى إعلان رئيس الحكومة حكومة الأزمة عبدالله ثني استقالته من منصبه عبر لقاء تلفزيوني واصفا إياه بالسلوك الفانتازي، يعني كيف تابعت إعلان استقالة ثني؟ يعني أنا أظن بأنه حاول فقط استدرار عطف الليبيين، يعني مثل هذه المواقف عادة يعني ما نتعاطى معها في الإعلام على أنها دعاية أكثر منها مواقف سياسية. بعض السياسيين يحاول أن يظهر يعني بمظهر إما مظاهر البطولية، هذه عندما يكون على يعني في خطاب جماهيري أو على الهواء، أو البعض الآخر يعني يحاول أن يفعل الشيء من أجل أن يحصل على نقيضه، يعني كما فعل جمال عبد الناصر عندما استقال حتى يطلب من المصريين أن يخرجوا ويقولوا له أن يتراجع الاستقالة. أنا أتحدث عن بعد هزيمة 67، يعني وهذه في أكثر من مرة يحدث مثل ذلك. أنا أظن بأنه هذه كانت ما أشبه بالمناورة أو أشبه بالدعاية، أو ليقول الرجل للناس أنه أنا لست متمسكا بالمنصب في الوقت الذي يعني بطبيعة الحال يعني ليبيا دخلت مرحلة حرب بسبب انقسام الحكومة. طب لو كان الرجل ليس متمسكا بمنصبه ويعني وليس طامعا لا في مكان ولا في منصب، لماذا لم يستقل منذ مدة يعني لماذا لا يستقيل من أجل الحوار؟ طيب يعني سيد عايش، يعني ماذا عن ما أشار إليه مراسل وكالة الأناضول التركية للأنباء من ليبيا معتز المجبري إلى أن محللين سياسيين اعتبروا استقالة تثني هنا هي استباقة لإقالته المتوقعة بشكل كبير، يعني إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الطرح منطقيا؟ يعني هذا وارد، لكن يعني وارد أن يكون هناك إقالة للرجل وشيكة بعد التوصل، يعني بعد التوصل إلى اتفاق أو ضمن، أو قد يكون هناك كواليس أبلغ بها عبد الله الثاني، يعني هو على اطلاع بما يجري سواء في برلمان طبرق أو في الحوارات السياسية التي تدور أو في الكواليس البرلمانية والكواليس السياسية الأخرى، وبالتالي قد يكون حتى أبلغ بأنه خلص لم يعد رجل المرحلة، وبالتالي يريد أن يخرج ببياض الوجه إذا جاز التعبير. لكن أنا أظن بأن المسألة ليست كذلك، أنا أظن بأن الرجل يريد أن يسجل موقفا أنه ليس طامع في منصب ولا هو طامع في رئاسة حكومة، وأنه عندما يأمر الليبيون بأن يغادر فهو يعني مستعد للمغادرة. وعادة مثل هذه المواقف بسطاء الناس يردون عليها بالتمسك بهذا الشخص، يقول لهم أنه أنا لا يعني أنا رجل منكم وأنا واحد من المواطنين، فيردون عليه بأنه نحن نريدك رئيسا للحكومة.
الحكومة ونريدك رئيسا للبرلمان. نعم هذا رد الفعل العادي لرجل الشارع نعم المسكين والبسيط. يعني أنا لا أظن بأن ما تحدث عنه في حوار، طبعا هذا استقالته كانت في لقاء تلفزيوني خلال حوار تلفزيوني، ونفاها بالمناسبة، نفاها الناطق باسم الحكومة العريبي. لكن يعني أنا لا أظن بأن هناك دلالات سياسية كبيرة وراء هذه الاستقالة الانفعالية التي جاءت نعم على الهواء، وفقط أراد أن يظهر بمظهر الإنسان المتفاني من أجل الشعب نعم الليبي. إذن مشاهدينا كان هذا المحور الثاني لحلقة اليوم، ننتقل مباشرة إلى المحور الثالث، ابقوا معنا. تثير الرسائل المفقودة من بريد وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن ليبيا اهتمام عدد من المراقبين، حيث يتساءل البعض لماذا تثير رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية كل هذه الضجة. ذكر الصحفي بصحيفة لوموند الفرنسية داميان ليلو في تقرير بعنوان لماذا تثير رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية كل هذه الضجة أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية قبلت مؤخرا تسليم حاسوبها الذي كانت تستعمله في رسائلها الإلكترونية خلال عملها في وزارة الخارجية. وأشارت صحيفة لوموند إلى أن استخدام كلينتون التي تتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات الديمقراطيين لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لبريدها الخاص في عملها كوزيرة للخارجية هو محل تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية الذي يستغله الجمهوريون للتقليل من حظوظها في الانتخابات المقبلة. وذكرت الصحيفة أن ما أعاد القضية إلى الواجهة من جديد هو حصول المحققين في يونيو الماضي على رسائل إلكترونية متعلقة بمقتل السفير الأمريكي السابق في ليبيا كريس ستيفز سنة 2012، وذلك من خلال 15 رسالة أمريكية وجهها المستشار المقرب من عائلة كلينتون سيدني بلومنتال إلى كلينتون تتعلق بليبيا، وكان قد مد بها المحققين. سيد عايش، رسائل هيلاري كلينتون يعني بين الفينة والأخرى تتصدر عناوين الصحف وتطفو على السطح، وهنا سؤالي هو العنوان لتقرير الصحفي داميان ليلو، لماذا تثير رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية كل هذه الضجة؟ يعني بالدرجة الأولى تثير هذه الضجة لأنها مرشحة لتكون رئيسة للولايات المتحدة، ولأنها شخصية مهمة، ولأنها كانت وزيرة للخارجية، وبالتالي لا، هي شخصية مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة في الحقيقة، خاصة أن هناك أحاديث قوية داخل الولايات المتحدة، بل حتى يعني تحولت إلى حقائق حول أن كلينتون كانت على خلاف عميق مع الرئيس باراك أوباما خلال فترة توليها لحقيبة الخارجية. كان هناك عدد من الملفات المهمة تختلف فيها كلينتون مع أوباما، وفي مقدمتها بالمناسبة الملف السوري، رؤية هيلاري كلينتون، وهذا تحدثت عنه في إحدى المقابلات التلفزيونية أن رؤيتها كانت مختلفة تماما عن رؤية باراك أوباما فيما يتعلق بالصراع في سوريا وفيما يتعلق بالملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي مثل هذه الرسائل يمكن أن تكون مادة دسمة جدا حول يعني الاختلاف في الرؤى بين الخارجية الأمريكية وبين البيت الأبيض وبين دوائر الاستخبارات الأمريكية. هناك ثلاث مؤسسات تساهم أو تعمل فيما يتعلق في الملفات الخارجية، هي الخارجية والسي اي اي والبيت الأبيض. كانت هيلاري كلينتون صاحبة رؤية مختلفة عن البيت الأبيض وعن السي اي اي خلال الفترة الماضية وعن البنتاغون أيضا. وبالتالي أظن بأنه مصدر أهمية هذه الرسائل سواء ما يتعلق في مقتل السفير الأمريكي في ليبيا أو ما يتعلق في الملف السوري والتعاطي معه أو ما يتعلق بملف داعش والتعاطي مع ملف داعش، كل هذا كان لها رؤية مختلفة فيه عن الرؤية التي تتبناها الإدارة الأمريكية. بالتالي هذه الرسائل ذات أهمية، وربما أيضا الردود على رسائل كلينتون أيضا تحمل
الكثير من الأسرار المتعلقة بالسياسات الأمريكية والاستراتيجيات الأمريكية في واضح منطقة الشرق الأوسط، سواء واضح ما سيد يتعلق عايش. بليبيا أو وبهذا إذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا كان معنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي محمد عايش، كما ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا نور الدين صابر، في أمان الله.